أهلا بكم. ماذا وراء الصراع المستمر بين شركاء العملية السياسية في العراق منذ تشكيلها أمريكيا بعد احتلاله عام 2003 وبرعاية إيرانية؟ وهل لعبة العملية السياسية التي يشترك فيها اللاعبون الرئيسيون والاحتياط جاءت لمصلحة الشعب العراقي أم من أجل المناصب والمغانم والأموال والنفوذ والسرقة؟ لماذا فقط في العراق ينظر إلى إدارة الحكم أنها غنيمة؟ وما تداعيات الصراع بين الأطراف السياسية على المشهد العراقي؟ وهذا الصراع مستمر، ولكن ما هي تداعيات هذا الصراع على المشهد خلال المدى المنظور؟ هذه المحاور وأكثر نناقشها في حلقة تحت الضوء اليوم. وأرحب بضيوفي الكرام في هذه الحلقة، الأستاذ عثمان المختار الكاتب والصحفي ضيفي عبر سكايب، والأستاذ الدكتور فاروق الفتيان الأكاديمي والدبلوماسي السابق ضيفي عبر سكايب، والدكتور جاسم الشمري الكاتب والباحث السياسي ضيفي عبر الهاتف. مشاهدينا الكرام، نشاهد بداية هذا التقرير ثم نبدأ الحوار، كونوا معنا. الصراع السياسي على المناصب والمكاسب تحتد وتيرته في العراق في ظل انتشار الفساد والمحسوبية واستمرار نظام المحاصصة في بلد تتقاذفه آثار الاحتلال الأمريكي من جهة، وسيطرة إيران وأدرعها الميليشياوية على الحكومة ومفاصل الدولة في بغداد من جهة أخرى. الأحزاب التي دفعت محمد السوداني لرئاسة الحكومة الحالية هي ذاتها تحاول اليوم وبطرق مختلفة إسقاطه بحسب موقع ميديا لاين الأمريكي، الذي ذكر أن الأحزاب التي دعمت محمد السوداني تنظم صفوفها لإسقاطه، حيث يعتزم الائتلاف الحاكم الدعوة لانتخابات مبكرة في محاولة للإطاحة به، وترى بأنه أصبح ورقة منتهية الصلاحية، لذلك تسعى لإزاحته عن المشهد، وعلى رأس من يريدون ذلك نور المالكي صاحب النفوذ الواسع في الإطار التنسيقي. يجب على من يريد أن يدخل للانتخابات وهو في السلطة التنفيذية إما أن يدخل ويستقيل حتى لا يستفيد من إمكانيات الدولة كما حصلت في 5 محافظات، أو يبقى مستمر في السلطة التنفيذية وما حد له شغل به ولا كله يشترك بالانتخابات. فيما قال المرصد الإعلامي العراقي إن الأدرع الإعلامية للأحزاب غيرت لهجتها تجاه السوداني من الترويج له إلى الهجوم عليه وفتح ملفات فشله الإداري. من جانب آخر، فإن نور المالكي نقل رسائل سرية إلى مقتدى الصدر للاستفسار عن إمكانية عودته إلى الحياة السياسية قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة، وفقا لموقع ميدل إيست مونيتور، في خطوة لتبديد مخاوف المالكي من التحالف الذي تم بين السوداني وقيس الخزعلي، ومحاولة لخلق موازنة من خلال التحالف مع الصدر. الصراع المحتدم بين السياسيين وتغول ميليشياتهم في مؤسسات الدولة انعكس بشكل واضح على من تم تكليفه لمناصب الهيئات والمدراء العامين، فإن جميع المرشحين لهذه المناصب كانوا من الأحزاب والكتل السياسية، ما يرسخ مفهوم الدولة العميقة فضلا عن المناصب العليا التي من خلالها يتم التمدد والنفوذ في جميع المجالات. أبدأ معك دكتور فاروق الفتيان الأكاديمي والدبلوماسي السابق، مرحبا بك دكتور فاروق. وسهلا أستاذ سمير بك وبضيوفك الكرام وبمشاهدي قناة الرافدين. أهلا بك دكتور، حياك الله. دكتور، بداية نبدأ من المواقع الأمريكية وخاصة موقع ميديا لاين الأمريكي، تحدث عن أن الأحزاب التي أجمعت على صدارة السوداني وإدارته للحكم هي التي جاءت به، وهي الآن تحاول عبر الائتلاف الحاكم وخاصة نور المالكي الإطاحة به بانتخابات مبكرة معتزمة. يا ترى يعني ما سبب هذا الصراع في الآونة الأخيرة؟ أليست الأحزاب من جاءت بالسوداني؟ لماذا تريد الإطاحة به؟
لو رجعنا إلى كيفية تم جلب السوداني، كلنا نعرف أن الانتخابات أفرزت عناصر وأعضاء بالبرلمان وكتل برلمانية لم يكن للمالكي أغلبية ولا للإطار ولا لأي من الآخرين، ولكن انسحاب مقتدى الصدر من العملية السياسية جعل هذه الكتل أو الإطار يحصل على 72 مقعد في البرلمان، فكان الاضطرار إلى أن يأتي السوداني كاتفاق لهذه المجموعة لتمشية أمور البلاد، خاصة وأن الفترة اللي سبقت السوداني كان الكاظمي غير محسوب على الإطار، ونفس الشيء فشل عادل عبد المهدي، وكنا في فترة الانتفاضة نعرف كيف واجهت الحكومة والميليشيات هذه الانتفاضة بأساليب قسرية، ولذلك حاول الإطار أن يجد شخص ربما يكون مقبول، خاصة أن السوداني لا يملك ميليشيات ولا يملك كتلة برلمانية كبيرة، فلذلك ربما يكون مقبول من الآخرين. والآن في الآونة الأخيرة الصراع طبعا هو بين هذه الكتل السياسية، هو صراع مصالح وليس صراع لا فكري ولا عقائدي ولا لمصلحة البلد، صراع كلها من 2003 ولحد الآن، وباعتراف جميع رؤساء الوزراء السابقين من اياد علاوي الى مصطفى الكاظمي انهم فشلوا، وان الكتل السياسيه التي كانت مشكله سواء كانت في البرلمان او في الحكومه كانت تسعى الى تحقيق مصالحها قبل تحقيق مصالح البلد. يا ترى دكتور، يعني هناك الكثير من العراقيين يتساءلون، يقولون هل المشكله في العراقيين انهم ليس لديهم ولاء للوطن؟ هذه الحكومه جاءت من العراق، يعني هم من قلب العراق، يعني إلى أي مدى ترى أن ذلك صحيح؟ القضية قضية ولاء وانتماء. للأسف جميع هؤلاء يصرحون بشكل كامل، إذا كان نور المالكي أو هادي العامري أو قيس الخزعلي أو عمار الحكيم، أن انتمائهم للطائفة وللمذهب وللولي ما يسمى بالولي الفقيه هو قبل ولائهم للوطن، ولذلك هذه المشكله هي التي واجهت العراق من عام 2004 من تاسيس من التصويت على الدستور. الدستور وضع مسائل اساسيه هي التركيز على المذهبية والطائفية والانتماء القومي، ولذلك لم يكن للعراق هو الهدف الأساس ولم يكن للوطن الأولوية في كل هذه العملية السياسية من عام 2005 ولحد الآن. نعم دكتور فاروق، ابقى معي لو سمحت. أرحب بالدكتور عثمان المختار الكاتب الصحفي. أستاذ عثمان، يعني صراع المصالح وليس لمصلحة البلد، يعني من وجهة نظرك لماذا اتسمت العملية السياسية بعد العام 2003 بصراع مصالح بين أحزاب وبين مكونات وبين ميليشيات؟ يا ترى هذه الصيرورة التي صار إليها العراق من الذي أرادها؟ الله أخي الكريم وحيا الله ضيفك الكريمين. يعني بالواقع هذه المشهد متكرر منذ عام 2004، التقلبات بمزاج القائمين على العملية السياسية واللاعبين البارزين بالعملية السياسية في العراق. ما يحدث اليوم من تسريبات يعني شاهدناه أول مرة خلال حكومة اياد علاوي ثم حكومة إبراهيم الجعفري، والانشقاق الذي حدث في حزب الدعوة، وهو أول انشقاق سياسي لم يكن يعني مبني على مثل ما تحدث ضيفك الكريم على اختلافات بالأفكار أو النهج العام في إدارة الدولة، إنما اختلاف على مصالح. وتكرر الموضوع مع حيدر العبادي وأخيرا مع مصطفى الكاظمي. بالعادة جميع التحالفات السياسية في العراق تكون تحالفات مبنية على مصالح واتفاقات، بمجرد انتهاء تقاسم المناصب المهمة أو الرئيسية بالدولة بدءا من الوزراء وانتهاء إلى وكلاء الوزراء وحتى المدراء العامين،
يكون قد انفض هذا التحالف وبدأ الصراع على تقاسم باقي التفاصيل الأخرى بالدولة العراقية. لذلك هذا المشهد راح يبقى يعني يتكرر ما بين دورة انتخابية وأخرى وبنفس السيناريو وبنفس النسق. لكن أرى بأن الفترة الحالية هناك يعني تسيد للطرف أو الفاعل السياسي الشيعي في بغداد، والصراع هو داخلي داخل إطار التنسيق، بمعنى أن السنة والأكراد المشاركين بالعملية السياسية هم خارج هذا الصراع. هناك صراع على محاولة زعامة البيت السياسي الشيعي، خاصة بعد فرصة انزواء مقتدى الصدر عن الدورة الحالية وبدء يعني بناء، كل طرف يحاول بناء دولة عميقة. يعني قبل أيام كان هناك تقارير أمريكية تتحدث عن أنه قيس الخزعلي يحاول أن يبني له دولة عميقة، ونوري المالكي يحاول ترميم دولته العميقة السابقة، وعمار الحكيم أيضا. وهذا الشيء راح يقود بالنهاية إلى اصطدام هذه المصالح، وقد يصل إلى يعني ما وصل إليه في أكتوبر عام 2021 اللي هو الصدام المسلح ما بين تلك الأطراف اللي شهدت المنطقة الخضراء. شكرا. نعم دكتور عثمان، ابقى معي لو سمحت. أرحب بالدكتور جاسم الشمري الكاتب والباحث السياسي، ضيفي عبر الهاتف. دكتور جاسم مرحبا بك. أهلا وسهلا، مرحبا. أهلا دكتور. دكتور، صراع المصالح بين أقطاب العملية السياسية، لماذا لم يؤخذ بالاعتبار مصلحة الشعب العراقي؟ نعم، تحية لك أخي سمير ولضيفيك الكريمين ولمتابعين الكرام. هذا السؤال حقيقة ربما يكون هو الجدلية الأكبر في العراق بعد عام 2003. نعم. تعلم أنه في مثل هذا اليوم قبل 21 عاما يعني غزت الولايات المتحدة العراق، وكانت الوعود حينها بانقلاب الحالة العراقية من حالة سوداء كما يقولون إلى حالة وردية كما وعدوا وزعموا. لكن أثبتت تجربة أكثر من 20 عاما أن الغالبية العظمى من الذين دخلوا العملية السياسية لم يكن لديهم أي فقه سياسي، وبالتالي فشلوا في إدارة الدولة العراقية. ملكوا الإمكانيات المالية الضخمة، ملكوا الدعم الواسع من الولايات المتحدة وبريطانيا وغيرهما من الدول، ملكوا يعني شعب واعي ومتحضر مثل الشعب العراقي، يحب الحياة ومتمسك بالحياة، ولكن مع ذلك لم يتمكنوا من يعني بناء الدولة، وهذه إشكالية كبرى. وعليه أعتقد من هؤلاء، أقصد من يريد أن يبني الدولة، كان لديه فرصة ذهبية في بناء الدولة، لكن مع الأسف بعد هذه السنوات وجدناهم حتى اليوم يعني متناحرون، مقسمون، مشتتون. تعلم جنابك أنه خروج التيار الصدري من الملعب ليس خروجا هادئا ولا مطمئنا، وبالتالي هم متخوفون من هذا الخروج. ثانيا، الخلاف القائم الآن ما بين بغداد وأربيل، هذا الخلاف هو أيضا جزء من حالة الانقسام العام في المشهد السياسي العراقي، والجميع متخوفون من ردات فعل هذا الانقسام الحالي ما بين بغداد وأربيل. وبالمحصلة هي يعني لا تكون قطعا، لا تكون ضمن المؤشرات أو البوادر المبشرة بالخير للعراق والعراقيين. من يريد أن يبني العراق عليه أن يذهب إلى خيارات واضحة. الخيارات الواضحة هو الذهاب إلى بناء دولة المواطنة في العراق، وهذه الدولة مع الأسف لم نجد أي شخصية كبيرة في العراق وقادرة وتمتلك القدرة السياسية والعملية للذهاب إلى بناء دولة المواطنة. ما نراه اليوم مع الأسف هو عبارة عن هيكل لدولة، وهذه الدولة تتنحرها يعني القوى المالكة للسلاح غير الشرعي، وأيضا المناحرات المستمرة والقائمة في العديد من المحافظات، ولحد الآن ديالة
لم تنجح في اختيار محافظ ولا رئيس مجلس محافظة، وكل ذلك بسبب المناحرات من القوى من خارج ديالى. وعليه أعتقد هم لا يريدون بناء الدولة بشكل واضح، ويبدو أن حالة الانقسام يعني هي جزء من الحالة التي يريدون الحفاظ عليها من أجل بقاء هذه القوة في زعامة المشاهد العامة في العراق. في ظل هذا الأمر لا يمكن أن نتوقع أن تكون العناية بالمواطن هي أولوية. اليوم الأولوية هي للشخصيات والكيانات والأحزاب المالكة للمال والسلطة في العراق، وليس للشعب العراقي مع الأسف. نعم دكتور جاسم الشمري، ابقى معي لو سمحت، سوف أعود إليك مرة أخرى. دكتور فاروق الفتيان، بالعودة إليكم، دولة المؤسسات في العراق، لطالما نسمع شعارات بأن العراق دولة مؤسسات، والعراق الآن فيه مؤشرات على مكافحة الفساد، نسمعها دائما قبل الانتخابات من قبل أقطاب العملية السياسية ومن قبل الكتل ومن قبل شركاء العملية السياسية، ولكن نسمع جعجعة ولا نرى طحينا. الفساد مستمر في العراق، ينخر في مفاصل الدولة، المواطن العراقي المتضرر الوحيد من العملية السياسية التي جاءت لإثراء وإغناء شركاء العملية السياسية على حساب العراقيين من أموال الشعب العراقي. يا ترى هذا الصراع من كبيره؟ هذا الصراع لابد له من كبير يديره، يتحكم في إدارته، يدير جميع مفاصله ويدير جميع مواقفه بمختلف فصوله. من هو كبير هذا الصراع؟ من الذي يتحكم بهذا الصراع بين أقطاب ضعفاء نسبيا بالنسبة لمسميات دولة لها جيش ولها قرار سياسي مستقل سيادي مستقل؟ من الذي يتحكم بهذا الصراع؟ هل هي أطراف خارجية، أطراف دولية، أطراف إقليمية؟ باعتقادي أن الطرف الأساسي في هذا الصراع هو الولايات المتحدة الأمريكية، وهي التي سهلت وساهمت بوصول هؤلاء الأطراف اللي موجودين الآن في العراق واللي يتحكمون بالعراق. والطرف الثاني اللي بالتأكيد بدعم الولايات المتحدة الأمريكية وغطاء الولايات المتحدة الأمريكية، اللاعب الثاني إيران. فإذا إيران والولايات المتحدة الأمريكية هي الحقيقة التي تلعب الدور الكبير في جميع ما يحصل في العراق، سواء في مسألة عدم مكافحة الفساد، عدم تطور البنى التحتية، سواء كان في الكهرباء أو في الماء أو في الخدمات أو في القطاع الصحي أو في القطاع التعليمي، وهذا باعتراف المسؤولين أنفسهم، باعتراف رؤساء وزراء سابقين أنه كانوا غير قادرين على تخطي ما يرسم لهم من مخططات، سواء كانت من قبل أطراف إيرانية أو من قبل أطراف أمريكية. فهذا على الصعيد الدولي. أما على الصعيد الداخلي فبالتأكيد الميليشيات والأحزاب، سواء كانت الشيعية أو الكتل السنية أو الكتل الكردية، كل من موقعه يحافظ على مصالحه الخاصة. كان اللاعب الكبير في بعد الدعم الأمريكي والدعم الإيراني كان نور المالكي. في فترة من الفترات أصبح مقتدى الصدر هو في الواجهة، لكن يبقى العامل الدولي هو الأساس. باعتقادي أن الولايات المتحدة الأمريكية لو فعلا هي راغبة بحصول التغيير في العراق نحو الأحسن لعملت على عدم دعمها هذه الكتل الموجودة بالحكم حاليا، ولا تحقق على الأقل نوع من التوازن في العملية السياسية من خلال انتخابات منزية يستطيع الشعب. أما انتخابات يقاطعها الشعب بنسبة 80%، فما أعتقد أنه هذه الحكومة ولا السلطة تمثل الشعب، ولا هي اللاعب، والشعب ليس هو اللاعب الأساسي في هذه العملية. طيب دكتور فاروق، نعم سوف أعود إليك مرة أخرى. أستاذ عثمان المختار، يعني بالتأكيد نظام المحاصصة نظام سمته الفساد بشهادة العالم وشهادة العراقيين وشهادة الدول الإقليمية وشهادة دول الجوار وشهادة الكواكب.
من وجهة نظرك الآن الأمريكان هم من الفيدرالي الأمريكي عندما أجبر السوداني على الموافقة على شروطه بعدم تهريب العملة، هنا أليست الولايات المتحدة هي من أسست نظام المحاصصة الفاسد؟ لماذا يعني هل هي مجبرة على جعل هذا النظام فاسد والعراق بلد غني وثرواته كلها تذهب إلى إيران والعملة الأجنبية كلها تذهب إلى إيران وإيران معاقبة أمريكيا؟ كيف نفهم هذه المعادلة؟ يعني بالبداية الخلافات السياسية الموجودة حاليا سواء في داخل بغداد أو بين بغداد وأربيل، هذه يمكن اعتبارها خلافات مسيطر عليها وما زالت تحت السقف الذي رسمه الأمريكيون عام 2003 ودعم هذا السقف الإيرانيين بشكل مباشر. فيعني هذه الخلافات لا تقلق راعيي العملية السياسية في العراق اللي هي واشنطن وطهران. بالنسبة لمسألة المحاصصة الطائفية، هو اختراع أمريكي بالدرجة الأولى، وهي من يعني هي من تقرر متى يعني ترفع يدها عن هذا النظام أو تبقي دعمها للنظام. مسألة الفيدرالي الأمريكي ومسألة العملة وتهريب العملة وغيرها وغيرها، أنا أعتقد بأن الولايات المتحدة تجد أن هذه تفاصيل يمكن إصلاحها، لكن هي متفقة على بقاء نظام محاصصة في العراق. هذا النظام كفيل بأن يجعل العراق ضعيف بالدرجة الذي يجعله مثل وضع نظام الأسد، يتلقى الضربات من إسرائيل ويتلقى الضربات من أمريكا متى ما رغبت دون أن يتمكن من الدفاع عنه، بلا جيش قوي، بلا قوة كافية جوية، بلا دولة مؤسسات، بلا دولة مواطنة، 79 ميليشيا طائفية، مدن كاملة منزوعة السكان. هذا الشيء يضمن ببقاء عراق، يعني عراق عبارة عن ساحة لنقل الصراعات وعراق ضعيف، واعتقد بأنه هذه مصلحة أمريكية إسرائيلية إيرانية وتشترك بها قوى إقليمية أخرى وحتى قوى دولية. عودة العراق قوي يعني ليس بمصلحة كثير من الأطراف، لذلك ضمان بقاء البلد ضعيف هو بقاء نظام المحاصصة الطائفية معمول به بالبلاد. نعم، ابقى معي أستاذ عثمان. دكتور جاسم الشمري، بالعودة إليك، عندما نتحدث عن المؤسسات في العراق دائما يأتي موضوع القضاء، يأتي موضوع مؤسسات التعليم العالي، وكما نلاحظ بعد مرور أكثر من 20 سنة يعني على احتلال العراق، كيف تصف لنا هذه المؤسسات التي من المفترض أن تكون هي الداعمة أو القوة الدافعة لأي نهضة؟ لماذا أريد لها أن تكون مؤسسات الشهادات المزورة؟ لماذا أريد لها أن تكون مؤسسات تأسيس أو تسييس القضاء؟ يعني هل هذا كله لخدمة مصلحة نظام قائم على المحاصصة، نظام فاسد بشهادة الأمريكيين، نظام فاسد بشهادة العراقيين؟ كيف تصف لنا دور هذه المؤسسات التي من المفترض أن تكون قيادية لأي مجتمع، مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات القضاء؟ طبعاً موضوعنا عن الصراع السياسي، ولكن هذه المؤسسات كيف تم تسييسها لخدمة هذا الصراع وخدمة الاستحواذ على أموال المال العام والسيطرة على العراق من خلال النفوذ؟ طبعا لا شك أنه يعني بعيدا عن تحجيم المشكلة في هذين الجانبين، أعتقد أنه أي دولة، وهنالك مقولة ربما لرئيس الوزراء البريطاني تشيرشل تتعلق أنه في بعد الحرب العالمية سأل عن القضاء والتعليم، وربما حينها، وهي المقولة يعني تنسب له، سأل عن التعليم والقضاء فقالوا إنها بخير، فقال الآن يمكن أن نبني أو نعيد الإعمار. لا يمكن تصور بناء دولة أو وجود إنسان بلا تربية وبلا قضاء. التربية هي التي تبني الإنسان والعقول،
والقضاء هو الذي يمضي بالحياة أو يجعل الحياة سائرة بسهولة بعيدا عن تغول القوى غير المحترمة للقانون. وعليه في أي بلد يفترض أن تبقى هذه الوزارات وهذه الكيانات بعيدة عن المناحرات، لأنه حينما يتناحر من يملكون السلاح يفترض أن تكون هنالك عدالة وقوة قادر أعلى منهم قادرة على أن تنهي هذا الخلاف. لكن حينما تكون هذه القوة هي المالكة للقرار في كافة يعني أنحاء الدولة، بالتالي أظن أن الأمور لا يمكن أن تقود إلى 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 الخير. أظن جزء من الخلاف القائم ما بين بغداد وأربيل اليوم هو يتعلق بالمحكمة الاتحادية، وعليه هذا الأمر يفترض بأصحاب القرار الذين يعني يدعون أنهم يعملون من أجل العراق أن يخرجوا هذه الدوائر الكبرى من دائرة الصراع. اليوم هنالك حملة لتصويت وزير التربية، هنالك يعني حملة منظمة لإسقاط أو تصويت وزير التربية، ولا ندري ما هو السبب وراء هذه الحملة لأنه لا يختلف عن الآخرين، وبالتالي ربما هي رغبة من بعض القوى للاستحواذ على هذا المنصب. وعليه حتى غالبية الاعتراضات على فلان وفلان ربما هي ليست اعتراضات من أجل مصلحة الوطن، وإنما لإزاحة فلان والإتيان بشخصية أخرى هم يعني يريدونها على اعتبار أن هنالك مصالح لكل وزارة من وزارات الدولة يعني بين القوى الكبرى أو ما يمكن أن نطلق عليه حيتان التجارة وحيتان العملية السياسية. إذن القضية كما ذكرت في الجزء الأول من المداخلة لا تتعلق بمصلحة العراق والمواطن العراقي، وإنما تتعلق بالاستحواذ على السلطة ومصلحة الكيانات والشخصيات المالكة للحكم في العراق. نعم، ابقى معي دكتور جاسم، أعود إليك أستاذ فاروق. دكتور، يعني السوداني وزعماء الإطار تقاسموا 99 منصبا خاصا في وزارات ومؤسسات الدولة، طبعا نظام المحاصصة هو قائم على هذا الموضوع، ولكن لماذا تستبعد، أو لا نقول لماذا فهو معروف لماذا، نتحدث عن تداعيات استبعاد عنصر الخبرة وتداعيات استبعاد عنصر الكفاءة، لأن إدارة الدولة في أي حكومة في أي دولة في العالم هي عبارة عن إدارة مصالح المواطنين، يعني المواطن يكون هو محور اهتمام الحكومة، في حين أن في العراق تحديدا حالة خاصة تماما، يتم استبعاد عنصر الكفاءة، يتم استبعاد عنصر الخبرة، ولكن هناك شيء في العراق لا يوجد في باقي دول العالم، ألا وهو بلد الشعارات، شعارات الإصلاح، شعارات مكافحة الفساد. لماذا في العراق، لا نقول لماذا، نسأل عن التداعيات، نعرف لماذا الاحتلال جاء بهؤلاء الحرامية اللصوص لكي يسرقوا العراق، ولكن المواطن العراقي ينظر إلى الحلول وأعينه تنصب إلى تداعيات هذا الصراع، ما تداعيات ذلك؟ أخي أستاذ سمير، يعني القرار ربما الثاني أو الثالث لبريمر كان قرار اجتثاث البعث، قرار اجتثاث البعث، وكلمة اجتثاث أنا سألت فيها بوقتها، ولو كان مع الأسف كان يعني نعتبره خبير قانوني أحد المستشارين في وزارة الخارجية واللي يتعاون مع المحتل، وكلمة الاجتثاث يعني من القلق من الجذور، فعندما كان هذا القانون اجتثاث يعني اجتثاث الخبرة، اجتثاث المدراء العامين، اجتثاث الوزراء، اجتثاث كل من لديه خبرة في البلد، لأنه المدير العام شمل هذا القانون،
ليس هو فقط شمل الحزبيين، من هو بدرجه السفير، من هو بدرجه مدير عام، فافرغوا في الايام الاولى 16/5 صدر 2003 صدر هذا القرار. يعني انت في الشهر الخامس من 2003 اخرجت ما يقارب 55,000 موظف من الدرجة الأولى وخبرات علمية من أساتذة الجامعة، أفرغت الكليات سواء كانت الطبية أو الهندسية أو القانونية أو السياسة أو الاقتصاد، أفرغت الوزارات من، فلذلك تفككت الدولة العراقية بموجب هذا القانون، والهدف الأساسي هو تدمير البلد. إذا تدمير البلد كان هدف أساسي واستمر هذا الهدف لحد الآن، يعني عندما يضعون وزير تعليم عالي يشك أنه لا يملك شهادة الإعدادية وأن شهادة الثانوي شهادة الجامعة وما يقال بأنه حاصل على الدكتوراه هي مزورة من جامعة لبنانية، فكيف ممكن لي تعليم العالي وزارة التعليم العالي أن يستلمها شخص ولا يملك شهادة الثانوية العامة من العراق؟ نفس الشيء هذا حصل في الصناعة في الكهرباء، ربما الوزارة الوحيدة اللي استمرت تعمل بشكل طبيعي هي وزارة النفط من خلال السيطرة عليها، وذلك من لاستمرار عملية الإنتاج لأنه في مصلحة الولايات المتحدة وفي مصلحة السلطة والأحزاب السياسية، حتى ممكن من خلال عائدات النفط يحصلون على المكتسبات اللي من خلالها يديمون عملية تواجدهم في السلطة. فإذا الهدف الأساسي هو التدمير، لذلك استمر هذا الشيء. نفس عندما يتنافس ثلاث أشخاص لمنصب معين تجد أنهم أسوأ من هؤلاء الثلاثة هو من يتولى، إذا كان عليه تهم فساد، إذا كان ولاء لغير الوطن، هذا لا يأخذ بالاعتبار. ما يأخذ بالاعتبار انتماء إلى أي حزب أو إلى أي فصيل أو إلى أي طائفة. فمع شديد الأسف هذا اللي حصل من 2003 ولحد الآن مستمر. نعم دكتور فاروق، أبقى معي لو سمحت. أستاذ عثمان، يعني في مفهوم المصالح ومفهوم السياسة في يقولون أنه لا توجد هناك عداوة دائمة ولا توجد هناك صداقة دائمة، ولكن توجد مصالح دائمة. ما علاقة يعني من خلال قراءتكم لما يجري الآن من رسائل أو تغازل إن صح التعبير ما بين المالكي وما بين مقتدى الصدر، كيف يلقي بظلاله على المرحلة المقبلة؟ هذا من ضمن المؤشرات أو الأدلة التي تؤكد على أن القائمين على العملية السياسية في العراق اليوم خلافاتهم قائمة على مصالح شخصية ومادية وليست على مسألة وطن أو مسألة حقوق شعب. يعني بالمجمل يعني يمكن أن أقول بأنه سبع أزمات سياسية ما بين المالكي والصدر منذ عام 2003 تحديداً ولغاية الآن. هذه الأزمات مرت بمواجهات مسلحة في البصرة وفي النجف وفي بغداد، ما يعرف بصولة الفرسان وغيرها وغيرها، ومن ثم عادوا من جديد إلى التحالف فيما بينهم. بالمقابل أيضا رد الصدر وأحرقوا مقرات لحزب الدعوة الإسلامية وهاجموا شخصيات مختلفة قيادية بعضها في الحزب، وعادوا مرة أخرى في انتخابات 2014 ثم 2018، وأخيرا انفصلوا بشكل أريد من خلاله أن يدخل الفاعل الشيعي عبر عدة كتل، وبالنهاية بزيارة واحدة للجنرال إسماعيل قاهاني إلى بغداد حسم تشكيل الحكومة وحسم حتى الخلطة السياسية الأخيرة التي تحكم من خلالها
حكومة محمد الشياع السوداني، وكأنه الانتخابات التي أجريت و300 مليون دولار التي أنفقت عنها ذهبت مع الريح، وكان القرار توافقي ما بين الفاعلين وبضامن إيراني اللي هو إسماعيل قاعاني. أنا أجد بأن هذه الخلافات مرة أخرى خلافات يعني مسيطرة عليها، خلافات تحت السقف لا تشكل تهديد على النظام السياسي في العراق بأي شكل أو آخر. الولايات المتحدة الأمريكية غير راغبة حتى بالمساعدة، مساعدة العراقيين في إصلاح التركة أو إصلاح ما أفسدته داخل العراق، والدليل بأنه كانت هناك عدة نقاط فاصلة في حياة هذه العملية السياسية. لو كان الأمريكان راغبين بالإصلاح لفعلوا، أبرزها تظاهرات تشرين في أكتوبر 2019، وكانت تظاهرات بمثابة استفتاء شعبي على رفض العملية السياسية، ومع ذلك الأمريكان استمروا في دعم العملية السياسية، بل ومنحوا الحكومة إعفاءات امتدت لستة أشهر من أجل استيراد الكهرباء من إيران وتهدئة البصرة تحديدا خلال تظاهرات عام 2020 اللي عقبتها بعام واحد. بالمجمل يعني حتى لا أطيل في هذا الإطار، جميع الخلافات التي تحدث حاليا داخل بغداد أو حتى في أربيل هي خلافات مرضي أو مقبول عنها أو مسيطر عليها أمريكيا إيرانيا، الدليل بأنه الأمريكان قصفت قواعدهم من قبل فصائل مسلحة يعني معروفة، ورغم ذلك تم الرد عليها بقصف محدود على جرف الصخار والقائم ومناطق أخرى، وتم ابتلاع الموضوع وتسييسه وكأنه شيء لم يكن. هذه كلها تفاصيل. النقطة الرئيسية هو استمرار دعم الأمريكيين للعملية السياسية القائمة ليست على المحاصصة فقط، بل قائمة على جملة من الانتهاكات الحقوقية. اليوم بعد 21 سنة من احتلال العراق تظهر لنا مؤشرات مرعبة لآثار هذا الغزو. العراق هو الأعلى بنسبة الجريمة المنظمة وتجارة المخدرات والأمية والبطالة والفقر في دول الشرق الأوسط، وكأنه هذه الدولة ليست هي أغنى الدول النفطية في المنطقة. نعم أستاذ عثمان، شكرا جزيلا. نعم شكرا لك أستاذ عثمان. دكتور جاسم، يعني عندما نتحدث عن الدولة العميقة في العراق نتحدث عن الجريمة المنظمة، نتحدث عن الأمية، نتحدث عن بطالة مرتفعة، نتحدث عن فقر مدقع طبعا بأرقام ومعدلات كبيرة جدا، ونتحدث عن سياسيين أثرياء جدا، ونتحدث عن منطقة خضراء مستفيدة جدا، ونتحدث عن شعب مظلوم، ونتحدث عن انتفاضة أو ثورة قمعت بالحديد والنار عام 2019 قادها شباب من أعمار صغيرة، وذلك في محاولة لتغيير واقعهم. كل هذا ضمن إطار الدولة العميقة، كل هذا ضمن إطار نظام المحاصصة الطائفية الذي جاء به المحتل الأمريكي، والتي ترعاه إيران، التي تصدر للعراق متفضلة، تصدر للعراق طبعا الطاقة، تصدر للعراق السايبة، تصدر للعراق جميع ما لديها من نفايات لكي يستهلكها المواطن العراقي مجبرا ومرغما رغم أنفه. تصدر السياسيون يصدرون العملة الصعبة إلى يهربون العملة الصعبة الدولار إلى إيران رغم أنف العراقيين، العراقيون المظلومون الذين ليس لهم أي وسيلة ولا حل، لأنهم إن فكروا بالتغيير فسوف يقمعون ويقتلون وتقلع أعينهم كما شاهدنا في عام 2019، لأنهم لم يحصلوا على مساندة شعبية. وكما هو معلوم، من وجهة نظرك الآن في نظام، في دولة تغزوها المخدرات، في دولة تغزوها غسيل الأموال والكساد الاقتصادي، هل أمن الشركاء السياسيون أن يتصارعوا فيما بينهم ويقسموا الغنائم هكذا عنوة أمام أنظار الشعب العراقي
أمنوا من أي ثورة شعبية إن خرجت مرة أخرى سوف نقمعها بالحديد والنار كما فعلناها قبل 4 سنوات؟ لا شك أن الحالة العراقية هي الآن هي حالة غامضة، لأننا يعني كما يقولون أن الديمقراطية التي بشروا بها يعني لم نجد أي آثار واضحة لها في المشهد العراقي، وبالتالي كل ما تفضلت به ممكن ومتوقع. هم يقولون أن الديمقراطية هي حكم الشعب، لكن مع الأسف الديمقراطية في العراق كانت صراع لأصوات الفقراء والجائعين والعاطلين والمعدومين. ديمقراطية العراقيين ملئت بالدم والقتل وظلمات السجون والتهجير، وديمقراطية العراقيين حقيقة لم تحسم حتى الجدل حول هوية العراق، وقد قسمت المقسم وجزأت المجزأ، وضيعت حقوق غالبية العراقيين من الشيعة والسنة والمسيح والعرب والكرد والتركمان. اليوم مع هذه الديمقراطية نجد كيانات تتشكل في الليل وتنقسم على نفسها في النهار. ديمقراطية ملئت بين يعني أركان عملية سياسية بالتخوين والعمالة، وخلقت نخبة مع الأسف مزيفة وشهادات أكثر من 27,000 شهادة مزورة ودرجات وظيفية وهمية لا أثر لها سواء كانت كبيرة أو ثانوية، ومجرد يعني تحلب من أموال الشعب العراقي. ديمقراطية تركت الأنقياء في حيرة من أمرهم، وهم لا يعرفون لا كيف تدار الأمور في البلاد وإلى أين ستقود هذه السياسات العراق والعراقيين. ديمقراطية أضاعت القيم المجتمعية وزرعت الطائفية في كثير من المناطق والنفوس، يعني شجعت على الظلم إلى درجة أن قبل أيام أن أبا باع كلية ابنه وهو نائم بعد أن خدره. ديمقراطية لم تعالج مشاكل أكثر من 1,000,000 مهجر داخل العراق، ومثلهم أكثر من 3,000,000 مهجر خارج العراق. ديمقراطية لم تعالج ملفات المخبر السري الذي قصم ظهر آلاف العوائل، وكذلك المادة 4 إرهاب. ديمقراطية لم تحارب أو على الأقل لم تتساءل عن تنامي أموال لشخصيات كانت بالأمس القريب لا تملك قوت يومها. ديمقراطية لا تحاسب من يعترف بعظمة لسانه كما يقال في الإعلام بأنه أخذ ملايين الرشاوى. ديمقراطية جعلت نصف العراق يتعاطون المخدرات. أما حديثهم عن انسحاب القوات الأمريكية فهذا الأمر أظن يقرر في البيت الأبيض وليس في العراق. ديمقراطية تغلس عن حرية التعبير والتظاهر السلمي، فكيف يمكن لمن لا يوجد غطاء قانوني له أن يخرج في مظاهرات أمام قوات أمنية أكثر من 3,000,000 عنصر أمني من كافة القوى؟ أعتقد أن المواطن سيكون في حالة يعني ضعف، وبالتالي لا يمكن أن نتوقع هذه الثورة بالغد القريب. ديمقراطية يا دكتور هي مفارقة غريبة، مقاعد دراسية تمنح في العراق للأجانب في الجامعات العراقية، بينما أبناء المهجرين العراقيين في الخارج ونحن منهم لا يملكون المال الكافي لدخول أولادهم في الجامعات في دول الجوار. كيف هذا؟ لا ندري. ديمقراطية جعلت مؤشر المرأة والأمن والسلام في العراق للسنة الأخيرة عام 2023 ضمن الدول العشر الأخيرة. ديمقراطية نمت في ربوعها الجرائم المنظمة وغسيل الأموال والاتجار بالبشر وهشاشة وربما ضياع مفهوم هيبة الدولة.
في ديمقراطيتنا تجاوز الدين الداخلي 70 تريليون دينار نهاية عام 23، وهو رقم لم يصل إليه الدين الداخلي قبل بعد عام 2003. هذه الصور اللي ذكرناها ولم نذكر يعني الكوارث في السنوات الماضية لا يقبل أصحاب القرار في بغداد ذكرها، وهنالك بعض الزملاء الإعلاميين واجهوا ملاحقات قانونية بسبب تغريدة. فأين هي الديمقراطية وأين هي الحرية؟ لأن أصحاب القرار يريدون أن نلمع الحالة، نلمع المشهد العراقي، ونحن نتمنى لو كان المشهد العراقي ورديا، ونتمنى لو كان المشهد العراقي يستحق أن نذكر هذه الصور الوردية. لكن أليس من الخيانة أن نخدع الناس ونذكر صورا وردية في واقع مليء بالألم والحالة السوداوية، ولو كانت الآن على يعني حالة أقل من السنوات الماضية؟ أظن أن السؤال الذي يفترض أن يجيب عليه من يملكون القرار والسلطة في العراق أنهم أين، وهو السؤال أين هي الديمقراطية في العراق بعد عام 2003؟ ليطبقوا الديمقراطية بصدق في الأرجاء حتى نحفظ بعض ثمار الديمقراطية، لعلنا نجد جيلا عراقيا مؤمنا بالعراق، وجيلا عراقيا قادرا للتضحية في المصانع والمعامل والجيش والشرطة من أجل حماية الوطن والمواطنين. أما حينما نجد جيلا يرى، وبالأمس كان هنالك فيديو مخيف والله من الناصرية في منطقة اسمها المنطقة الخضراء في الناصرية، شاب يقول أنا بعت كل ما أملك من أجل المخدرات وبعت كليتي، والآن أنا مستعد إلى أن أبيع أعضاء أخرى من أجل أن أحصل على المخدرات. من الذي أوصل شباب العراق إلى هذا الانهيار في هذه المنظومة المجتمعية التي كانت بالأمس القريب يعني متماسكة وقوية؟ هذا ألم، ألم كبير. الانهيار الذي يريدون أن يوصل العراق إليه بدأ من المجتمع، لكن نأمل حقيقة وحتى لا نذرع اليأس، نأمل من العراقيين الأنقياء أن يكونوا أدوات فاعلة من أجل إعادة بناء العراق وإعادة تنظيم الحياة للعراق والعراقيين، بعيدا عن القتلة والمجرمين. كل من قتل عراقيين ومن تورط بدماء العراقيين يفترض أن يقدم للعدالة. كل من ساهم في نشر المخدرات والرذيلة والخراب في العراق ينبغي أن يقدم للعدالة. لا يوجد شخص فوق القانون. حينها فقط يمكن أن نقول أننا وضعنا الخطوة الأولى من أجل بناء العراق. شكرا. الأمر مؤلم ولكن حقيقة الأمل كبير، ونأمل في يوم من الأيام أن نجد يعني حالة وردية حقيقية في العراق، والشعب العراقي من الشعوب الراقية ومن الشعوب المتحضرة، ولا يمكن للخراب أن يغلب البناء، ولا للموت أن يغلب الحياة في مفهوم الشعوب وليس في مفهوم الآخرة. وبالتالي أظن أننا يعني نعمل خيرا ونرى أن المستقبل على الرغم من حالة السيء الآن سيكون للعراق والعراقي. شكرا جزيلا دكتور جاسم الشمري. دكتور فاروق الفتيان، في دقيقة لو سمحت، هل نجح شركاء العملية السياسية في نشر المخدرات من أجل القضاء على أي فرصة للثورة؟ هو الهدف الأساسي هو التدمير. المخدرات أحد الوسائل، عندما ينتهي التعليم تنتهي الصناعة تنتهي، لا توجد الوظائف، بالتأكيد بالإمكان من السهولة جدا أن تنتشر المخدرات. ولكن في مجتمع راقي، مجتمع مثقف، مجتمع تسوده الديمقراطية كما ذكر الدكتور جاسم، أعطى معايير وصفات للديمقراطية، عندما تنتفي هذه المواصفات في مجتمع بالتأكيد تكون سهلة عملية انتشار ليس فقط المخدرات. المخدرات جزء من عملية التخريب، ولكن هناك
كثير من الأمور التي تجري الآن، الزواج المبكر، زواج المتعة، المثلية، كثير من الأمور التي تنتشر في العراق ما كان يتصور ولا كنا في مخيلاتنا أن نصل إلى هذا المستوى من الانحدار والانحطاط، مع شديد الأسف، في خلال مرحلة أقل يعني ما يقارب 20 عام من الاحتلال وحتى اليوم. نعم، شكرا دكتور فاروق الفتيان. في أقل من دقيقة لو سمحت أستاذ عثمان المختار، تلميع المشهد العراقي دوليا للسوداني أو لحكومات ما بعد الاحتلال، هل آن الأوان لكي يكون أو يكشف زيف هذا التلميع رغم ما ينخر العراق من آفات اجتماعية خطيرة تهدد المجتمع وتهدد أجياله؟ للأسف هناك أموال طائلة تنفق على مسألة تلميع النظام السياسي في العراق بعد عام 2003، وبدأت من يعني مؤسسة الشرق الأوسط الأمريكية اللي ترعى قناة الحرة وراديو سوا وأخواتها من المؤسسات الأخرى، وانتقل خلال السنوات الأخيرة حتى على مستوى مؤسسات عربية بشكل تطور. نعم، فقدنا الاتصال للأسف مع الأستاذ عثمان المختار. على أي حال نشكرك شكرا جزيلا أستاذ عثمان المختار الكاتب الصحفي على وجودك معنا في هذه الحلقة، وشكرا جزيلا دكتور جاسم الشمري الكاتب والباحث السياسي ضيفي عبر الهاتف، وشكرا جزيلا دكتور فاروق الفتيان الأكاديمي والدبلوماسي السابق العراقي ضيوفي الكرام في هذه الحلقة. شكرا. في الختام تقبلوا مني أطيب تحية مشاهدينا الكرام، وفي أمان الله.